أشياء أكرهها، أشياء لا أحبها، أشياء لا أحبها. أنا أكره الإزعاج، أنا أكره الإزعاج، هذا هو الإزعاج. أنا أكره الإزعاج، أنا أكره الكمامة، أنا لا أحب الكمامة، أنا لا أستطيع التنفس، لا أستطيع التنفس بالكمامة. لا أحب السجائر، لا أحب رائحة السجائر، وأيضا لا أحب رائحة القمامة، الضرطة والصرف الصحي. لا أحب الروائح السيئة، لا أحب رائحة السجائر، القمامة، الضرطة والصرف الصحي. أنا أكره الاختبارات، أنا أكره الاختبارات والمذاكرة. أنا أكره التنمر، أنا لا أحب التنمر، التنمر والتنمر الإلكتروني، هذا هو التنمر الإلكتروني. أنا لا أحب السكر، السكر والحلويات المضرة، هذه هي حلويات غير جيدة. أنا أكره الانتظار، أكره الانتظار وعدم احترام الوقت، عدم احترام الوقت. أنا أكره الكذب، أنا لا أحب الكذابين. أكره التيك توك والفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي، هذه هي وسائل التواصل الاجتماعي. وسائل التواصل الاجتماعي تسبب الإدمان، أنا أكره إدمان وسائل التواصل الاجتماعي. الآن وقت الأسئلة. أين هو الإدمان؟ هذا هو الإدمان. لماذا أكره السكر؟ لماذا لا أحب السكر؟ لأن السكر غير صحي. أين هو التنمر؟ هذا هو التنمر. هل أحب الانتظار؟ لا، لا أحب الانتظار. أين هو الكذب؟ هذا هو الكذب. لماذا لا أحب الكمامة؟ لماذا لا أحب ارتداء الكمامة؟ لأنني لا أستطيع التنفس. أين هو الإزعاج؟
هذا هو الإزعاج. وأنتم ماذا تكرهون؟ أخبروني في التعليقات.